يوماً بعد آخر تتفاقم الأزمات في العراق وتزداد الأحوال المعيشية فيه صعوبة. أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية في محافظة التأميم يدفعون اليوم بدورهم ضريبة تردي الأوضاع نتيجة سوء الإدارة الحكومية للأزمات التي تعيشها البلاد. فقد نظم هؤلاء تظاهرة احتجاجية على قرار هيئة الضرائب بحجب حصص الكاز المتوقفة منذ شهرين عن 1300 مولدة في المحافظة. احنا اصحاب المولدات بكركوك طالعين مظاهرة يطالبوننا بضرائب من وراء 2003، ما اعرف 17 18 سنة كو ناس مشت بهاي الاجراءات، حتى اللي دفع ضريبة هم ما صرفوا له غاز، هاي صار ثاني شهر. هاي بالنسبة موضوع الضرائب، قبل الضرائب طلعوا لنا شغلة كفيل لو مليونين دينار. كان في كل شهر يصدرون أوامر جديدة، يوم جباية نفايات، يوم استقطاع ضريبي، وهذا كله يضر في يعني مصلحة المواطن. عندما يرفع سعر الغاز أو يقلل حصة الغاز مثل ما في هذا الشهر، نزل حصة الغاز من 25% إلى 10%، هذا لا يكفي يعني تشغيل المولدات. المتظاهرون من أصحاب المولدات الأهلية بيّنوا أن قرار هيئة الضرائب الأخير يرغم كذلك أصحاب المولدات على دفع الضرائب عن كل سنة تشغيل. بالضريبة يحسبوا لك من 2005، من 2005 لحد الآن إيش قد يطلع عليك؟ 6 ملايين 7 ملايين، وفلوس المشغل هم يأخذون على أساس تأمينات 1,600,000 1,700,000، والغاز لحد الآن صار لنا شهرين إحنا ما مستلمين، وهي كلها يتأذى بالمواطن، يريدون يساعدون بعدين سعر على المواطن، بدل ما 400 دينار أمبير يسوون 600، يقول لك بدل ما الحكومة تغطي الغاز أخذ فلوس من المواطن. وفوق هذا هسه ما بعدنا تونا خلصنا من الصيف، طلعنا شغلة الضريبة مال 21 سنة، نقول على الأقل على كل سنة مليون مليون 21 مليون. زين احنا غاز التجاري بعدنا ما مسددينه، ما يصير، يعني احنا نريد إنصاف بحق أهل المولدات، وش قد ما يضغطون على بالمولد المواطن يدفع الثمن. ويرى أصحاب المولدات أن القرارات الحكومية التي أضرت بمصالحهم ستحمل معها المزيد من الأعباء والهموم للمواطن، مواطن يعيش في بلد من أغنى البلدان بالنفط، وبات تأمين لقمة عيشه وحماية نفسه من برد الشتاء وحر الصيف أبرز همومه.